حاجة اسمها Document Distribution Matrix. حد سمع الاسم ده قبل كده؟ ايه هو Document Distribution Matrix؟ List of all project documents. لا. جدول توزيع المستندات حسب تصنيفها. بالظبط كده يا أستاذ محمد. And how many copies should be distributed. بالظبط كده تمام. Whom will be distributed actioned information. قائمة بالأشخاص المعنيين بنوع كل وثيقة. قائمة توزيع المستندات على التيم حسب الأقسام. بالظبط كده. Distribution Matrix هي عبارة عن مصفوفة منظمة ممنهجة للوثيقة والرسومات التي سيتم توزيعها على الأشخاص أو المنظمات ذات الصلة للحصول على معلوماتهم ومراجعتها والموافقة عليها وتسجيلها واستخدامها في إجراءات أخرى. تمام؟ ده التعريف بتاع Document Distribution. طيب Document Distribution دي بيبقى فيها إيه؟ عبارة عن إيه؟ تريد تايب تمام. ديبارتمنت بالظبط كده. بس هي مش ديبارتمنت، هي بوزيشنز. اسم الوثيقة، اسم السكشن. احنا عندنا وثيقة فيها جدول وفيها كل الملفات المرسلة. تمام. كل مسؤول وطريقة استلامه للوثيقة ايميل هارد كوبي. المصفوفة توزيع المستندات بيبقى فيها جزئين. هي بيبقى فيها قوائم بالمناصب أو المنظمات بتاعة المشروع الرئيسية، وقائمة تانية عليها أنواع المستندات اللي هيتم توزيعها. تمام؟ ساعات ممكن تكتب عدد النسخ أوكي، بس إحنا في المصفوفة دي إحنا بيبقى عندنا عندنا إكس وواي. فانت هنا في النص هتكتب ان هو مثلا ان الديبارتمنت مثلا بتاع الاركتكتشر استلم شوب دروينج. اي ديبارتمنت مثلا، اي شغل بتاع الاركتكتشر هيتوزع له مثلا شوب دروينج. المهندس الفلاني هيبقى مسؤول مثلا عن البي اوز. المهندس الفلاني الديبارتمنت الفلانيه هتبقى مسؤوله عن السي في ان. الديبارتمنت المعينه هتبقى مسؤوله عن كذا. فانت بتحدد لا اما بوزيشنز شغاله معاك او ديبارتمنت معينه هو انت، وبعد كده هو بيقسم الشغل بتاعه في الاداره بتاعته زي ما هو عايز. طيب دوكيمنت بروسيجر اوف دوكيمنت ديستريبيوشن. ده اول حاجه الاجراء بتاع الدوكيمنت ديستريبيوشن هنشوفه بقى احنا بنتكلم عليه ازاي. اول حاجه مصفوفه التوزيع دي احنا زي ما اتكلمنا عليها قلنا ان هي بيبقى عندنا تو كاتيجوري من الداتا اللي بتبقى موجود فيها. اول حاجه انواع الدوكيمنتس الموجوده، وتاني حاجه المديرين الاقسام او المخاطبين اللي احنا بنخاطبهم، لا اما جوه الشركه او بره الشركه. تمام. بعد كده بنيجي بقى بنشوف مين المسؤول. دوكيمنت كنترول مانجر ريسبونسبيلتي. بيجب على مدير مراقبه الوثائق ان هو يوزع المسوده الاولى من الدوكيمنت ديستريبيوشن ماتريكس. ليه؟ لأنه هو الوحيد اللي قادر يحدد الدوكيمنتس ماشيه ازاي من خلال خبرته يعني. تمام. فبتتوزع المصفوفه دي الاول على جميع الموظفين الرئيسيين، يعني كل الهيد ديبارتمنت الموجودين شغالين معاه في البروجكت او في الاورجانيزيشن اللي عنده، عشان يبتدوا ان هم يدوا الكومنتس بتاعتهم. هل هم هيوزعوا الدوكيمنت دي انترنالي؟ يعني هل انا كل ما يخص الميكانيكال هبعته للسكشن هيد بتاع الميكانيكال وهو هيوزعها انترنالي عنده في القسم، ولا هل انا محتاجه ان انا، هل هو موزع شغله ومعرف كل مهندس عنده التاسك بتاعته ايه، وانا هوزع انترنالي عندي. يعني اي حاجه مثلا خاصه بالشوب دروينج مثلا، حد زي الميكانيكال مثلا عندهم بلامبنج وعندهم فاير فايتنج وعندهم بايبنج كلام من كده. طيب هل انا لما هروح هتيجي حاجه خاصه بالبلامبنج اروح اديها للمهندس عنده ولا هديها للسكشن هيد؟ هي دي الكومنتس اللي دايما بيبقى الدوكيمنت كنترول مانجر مستنيها من الديبارتمنت عشان يبتدي يخلي الدرافت بتاع الديستريبيوشن ماتريكس دي تبقى خلاص ورقه معتمده ويبتدي يشتغل عليها.
تاني حاجة الـ Document Control Responsibility. بعد ما يحصل على التعليقات بتاعت الـ Department التانية اللي شغالة معاه، الـ Head Sections اللي شغالين معاه، بياخد الـ Document Control النسخة النهائية اللي خلاص كلهم اتفقوا عليها، يبتدي يحطها عنده ويتبع كل الإجراءات بتاعته أسبير المصفوفة اللي هو بيشتغل بيها دي، تمام، أو المصفوفة اللي هي اتوافق عليها دي خلاص. وبعد كده هي خلاص كده دي بقت معتمدة، مش هيحصل عليها أي تغييرات؟ لا طبعا بيحصل عليها تغييرات. أي إضافة أو حذف لأي اسم أو أي documents موجودة في الديبارتمنت في سوري في المصفوفة دي أو في الوثيقة دي، لازم إن هو بيتم دمجها أو بيتم إضافتها من خلال الـ Document Control، تمام؟ طيب أي تعديل تاني بيجي يحصل على الوثيقة دي برضو بتحصل من خلال الـ Document Control، بس لازم يحتفظ بالتاريخ وبالريفيجن بتاع الوثيقة دي. تفتكروا ليه هو لازم يحتفظ الـ Document Control لازم يحتفظ بالتاريخ والريفيجن بتاع الوثيقة دي؟ ليه الـ Document Control محتاج إن هو يحتفظ بالتاريخ والريفيجن بتاع الـ Document Distribution Matrix؟ to track، track إيه؟ register to update، عشان يتأكد إن ده آخر تعديل بالظبط كده، وعلشان يبقى هو معرف بقية الـ Department التانية إن المعمول بيها الـ register المعمول بيه هو اخر ريجستر اللي هو ديتد كذا، تمام؟ يبقى عنده كنترول على التشينج بتاعه، ويبقى هو معروف هي انهي فاينل ريفيجن اللي هو شغال عليه، عشان هما لما يجوا يدوروا وراه، ان فرضا مثلا ان حد مثلا ساب مكانه في زميله مثلا شال شغله لفتره مثلا 10 ايام اسبوع، هو مسافر في فتره معينه، فبالتالي هو هيغير شويه في الماتريكس دي، بس هيرجع يعدل تاني لما زميله خلاص يرجع ياخد مكانه. ففي الفتره البينيه دي هيضطر ان هو يعدل مرتين في الفتره، قبل مره قبل الاجازه بتاعته ومره بعد الاجازه بتاعته، عشان يرجع الماتريكس تاني زي ما كانت. فلازم يبقى متاكد، ولازم الناس اللي حواليه تبقى متاكده ان الدوكيومنتس اللي هو بيتعامل عليها دي هي اخر ريفيجن. طيب كنترول اوف ريفيجن ده اللي احنا بنتكلم فيه، اذا تمت مراجعه المصفوفه وتم حذف عناوين، فيجب على مدير مراقبه المستندات ان هو يوجه المرسل اليه او المدير بإتلاف أو سحب الوثيقة القديمة اللي عنده. يعني أنا مثلا دلوقتي رحت مثلا اتعاملت مع جبت شوب دروينج مثلا ريفيجن زيرو، تمام، أو بوليسي مثلا أنا وزعتها على الشركة، وبعدين حصل أبديت على البوليسي دي تاني، هروح عندي أبص في الدوكيمنت ديستريبيوشن ماتريكس بتاعتي وأعرف كل الناس اللي استلمت الريفيجن نمبر زيرو ده، وابتدي ان انا اسحب من عندهم الوثائق اللي هي خلاص اللي المفروض هي سوبر سيدد ومش هيتم العمل بيها دلوقتي، ابتدي اديلهم الريفيجن بتاعي الجديد. طب فرضا انا في وثيقه عندهم نسيتها ما اتسحبتش، انا خلاص عندي اثبات ان انا المفروض ان هو كل اللي عنده المفروض خلاص اتسحب، كل اللي عنده خلاص غير معمول بيه. الحاجه الوحيده الكنترول كوبي هي الوحيده اللي انا مسلمها له دلوقتي، وما عندوش اي نسخه ثانيه قديمه. طيب هنا revised copies كمان لازم ان احنا نرقم كل النسخ الخاضعة للرقابة، وتحديد الرقم المخصص لكل مرسل. انا مثلا لو انا بدي مثلا document واحدة زي letter مثلا بديها لخمس اشخاص، لازم كل document زي ما انا بختم عليها الكنترول كوبي، ان انا بديلها الختم بتاع الكنترول كوبي اللي انا بقول عليه ان النسخة دي هي النسخة المعتمدة أو هي النسخة الوحيدة اللي الدوكيمنت كنترول مطلعها من عنده، يعني مفيش أي حد من الديبارتمنت دي يقدر إن هو يطلع ورقة مش مختومة بالختم بتاع الكنترول كوبي ده ويتعامل بيه. مهم جدا إن أنا أدي لكل واحد أنا وزعت عليه الدوكيمنتس دي أرقم الدوكيمنت اللي هو مديها له، أبقى أنا عارفة ده ديستريبيوشن نمبر 1، ده أول واحد خد الوثيقة، بعد كده الوثيقة دي راحت لديبارتمنت 2 فدي كده تاني واحد خدها، تمام؟ فأبقى انا عارفه ان الوثيقه دي راحت لخمسه ديبارتمنت مثلا، الخمسه دول انا عارفاهم، ولما تحصل مشكله في الرقم في 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 نوع في ديبارتمنت مثلا، ابقى انا عارف ان الوثيقه بتاعته دي كان رقمها كذا، لان وارد ان الديبارتمنت تاخد دوكيومنتس مثلا من ديبارتمنت ثانيه، فانا هبقى انا عندي ريكورد بيقول ان الريفايزد كوبيز دي معروفه ان مين اخذ كل كوبي بتاعته. طيب
كنترول اوف كوبي ده اللي برضو كنا بنتكلم عنها دلوقتي، بنقول ان هو ان احنا بنكنترول الطباعه، يعني عشان ان انا اقدر ان انا اتحكم في المستندات لازم اللي يجي يبعت لي ويقول لي لازم يتم الطباعه او التصوير من خلال الدوكيمنت كنترول، من خلال الديبارتمنت بتاع الدوكيمنت كنترول، بالذات في الدوكيمنت كونفيدنشال. تمام، ما ينفعش ان هو يصورها من عنده او ان هو يطبعها من عنده، فلازم يحصل الطلب بتاع النسخ الزياده دي او القابس دي، لازم تحصل عن طريقه دوكيومنتد، لازم الديبارتمنت وهي بتطلب نسخ زياده من الديستريبيوشن ده او من القابس اللي اتوزعت عليهم لازم يطلبها بطريقه رسميه. واحاول على قد ما اقدر ان انا ألمت جدا الموضوع ده علشان المشاكل اللي بتحصل منه، فبيحصل مشاكل كتير بالنسبه للنسخ دي او بالنسبه للحاجات الزياده. مهم كمان ان اي نسخه ان احنا بننوه لكل الديبارتمنت اللي شغاله معانا ان ما يتمش التداول الدوكيومنتس اللي معاهم، تكون الدوكيومنتس اللي عندهم تكون ان كنترول، لازم كلها تكون كنترول ومختومه بالختم بتاع الدوكيومنت كنترول علشان ما تحصلش مشكله، ما يحصلش اصدار تاني للدوكيومنتس وهو احنا مش عارفين. Type of primary distribution. دلوقتي احنا زي ما احنا قلنا كده عندنا نوعين للديستريبيوشن، عندي نوع ان انا كدوكيمنت كنترول بديستريبيوت الدوكيمنتس دي لكل الاشخاص اللي شغالين في الديبارتمنت، او ان انا ممكن يحصل داخليا ديستريبيوشن بعيدا عني، انا بدي للسكشن هيد والسكشن هيد بيوزع على الناس الداخليه اللي عنده في الديبارتمنت، فبيتم التحكم من كل رئيس قسم في المستندات دي، وبتكون الإدارة مسؤولة إن هي تخضع للمراقبة وإن هي بتبقى مسؤولة عن توزيع الدوكيومنتس داخليا. أنا خلاص أنا بدي للسكشن هيد وماليش دعوة، فدي لازم الإدارة دي لازم تخضع للمراقبة لضمان توزيع المستندات الخاضعة للمراقبة فقط بالموظفين، مش معنى إن الديبارتمنت هي اللي هتتعامل في توزيع الدوكيومنتس داخليا عندها معنى كده إن أنا ما راقبش الدوكيومنتس اللي هي بتتوزع، ما ياخدش دوكيومنتس مش كنترول ويتعامل بيها هناك في الديبارتمنت بتاعه. هو ممكن يطلب عدد كوبيز معين وانا اديه له وهو يتوزعه هو عارفه ان انا كدوكيومنت كنترول طبعا له مثلا خمسه كوبيز وهو اللي شغال فيه. تمام، في حاجه كمان اللي هو يجب اصدار كل المستندات بموجب اقرار بالاستلام اللي هو الترانسميتال اللي احنا بنقول يمضي عليه ويكتب التاريخ بتاعه علشان يبقى سهل داخليا ما بيني وما بين كل الناس الديبيت اللي بيحصل في الديستريبيوشن ده. وقلنا كمان ان كل الطلبات بتاعه النسخ الاضافيه بتاعه السكشن هيدز لازم تبقى برضو اندر كنترول علشان نبقى عارفين مين طلب نسخ، مين طلب نسخ ثانيه، وليه النسخ الثانيه دي يعني ليه الكابز دي، ليه احنا بنطلب اديشنال كابز، نعرف الكابز دي رايحه فين. ولازم برضو ان احنا نحاول ان الطلبات دي تكون على قد ما نقدر تكون طلبات في ظروف استثنائية، عشان احنا بيبقى صعب جدا ان احنا نتتبع احنا يحتفظ بالنسخ المحدثة لحد اخر وقت.